بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير بصحة وعافية وفي خير حال. النهاردة ان شاء الله هننفذ مع بعض الطبق الجميل ده، طبق الفاصوليا الناشفة المطبوخة باللحمة. ان شاء الله هنشوف ازاي هنعملها وما تنشيش مننا وتبقى جميلة بالشكل الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وفي خير حال. النهاردة ان شاء الله انا جايبة لكم طريقة عمل الفاصوليا الناشفة. ان شاء الله هنشوف بإذن الله هنعملها ازاي. مقاديرنا هي ربع كيلو فاصوليا ناشفة زي ما احنا شايفين كده، دي انا نقياها ونقعاها من امبارح، يعني انت حتى لو مستعجله حوالي 4 ساعات لازم تتنقع الفاصوليا دي، لان هي اصلا بطبيعتها بتاخد سوى، لو ما نقعناهاش مش بتبقى حلوه، وكمان النقع بيخلينا ان احنا نتخلص من كميه من الغازات اللي بتبقى ايه بتعملها البقول في الاكل، بتطلع في الميه في النقع، خصوصا لما احنا ايه كمان كل شويه نكب الميه ونغير لها الميه. ونص كيلو طماطم معصورة ولحمة، ودول 3 فصوص ثوم مدوقين بملح وفلفل اسود، وبصلاية مخرطة وزبدة وملح وفلفل اسود وشوية سكر وورق لورا. تمام، هنشوف بقى احنا ان شاء الله هنطبق الاكلة دي ازاي. اول حاجة هنبدأ سلق ايه الفاصوليا، بنحط مية مغلية، مية على النار، أول ما تغلي المية بنسقط ايه فيها الفاصوليا كده، بنصفيها من المية ايه ونسقطها. أول حاجة بسم الله، ده ايه ربع كيلو فاصوليا مغسولة ومنقوعة من امبارح. بسم الله، وبايه وبنوارب عليها الغطا كده، ما بنغطيهاش جامد عشان خاطر هي بتفور. كويس كده، وهنبدا بقى ايه، حطينا الزبده اهي تافت، وهنبدا ايه نحمر البصل. بسم الله، هنبدأ بقى ايه البصلة شوية لحد ايه ما تبدأ ايه تلون كده. ادي يا جماعة البصلة اهيت بدأت ايه هتلون معايا، فببدأ اعمل ايه، ما استناش لما هي تاخد لون عشان اللحمة نية. تمام، يعني هي يا دوبك بدأت تدبل بس كده، هبدأ بقى ايه اضيف بسم الله اللحمة، لان انا لو استنيت لما خدت تاخد لون واجي احط اللحمه البصل هتغمق مني، فلازم هي بس تدبل بس كده. بسم الله الله اكبر، ايه وابدا ايه اضيف اللحمه واديها ايه تسبيحه ايه مع البصله، واحط معاهم ان شاء الله ايه ورق اللورا. ماشي، وابدا بقى ايه اشوحها ايه كويس مع بعض لحد ما هما كلهم مع بعض ان شاء الله ايه هياخدوا اللون اهو. تمام يا جماعه، ادي اللحمه اهي بدات كلها تلون، البصل اهي بقى لونها كويس. تمام اهي، بصوا كل اللحمه اهي من كل النواحي خدت الصدمه اهي. بعمل بقى ايه، خلاص بسم الله، بجيب الملح والفلفل الاسود والسكر وبحطهم، بجيبهم كلهم
ايه اديهم تقليبه بس واحده. بسم الله. هبدا ايه اضيف طماطم نص كيلو طماطم معصوره. بسم الله. بصوا يا جماعه اهي اديني كده اهوت حطيت كل الطماطم اهي نص كيلو الطماطم. بس طبعا احنا عارفين ان اللحمه كده نيه، فطبعا الطماطم ديت مش هتنشف وهتكون اللحمه لسه ما كملتش ايه سواها، فعشان كل الحاجات تستوي مع بعض الطماطم تتسبك وتكون اللحمه كمان استوت بضيف كوبايه ايه الميه ديت الكبيره ديت او كوبايتين ميه. بسم الله. انا حطيتهم طبعا ايه مكان ايه الصلصه اهو، وبسيبها بقى ايه بغطيها وبسيبها لحد اما ايه الطماطم تتسبك واللحمه تكون ان شاء الله استوت. ادي يا جماعه رجعنا اهو بقى للفاصوليا اهي بدات تاخد ايه كام غلوه. عايزه اوريكم بقى ايه ان احنا نشيل ايه الرين ده ايه ده اهي. وبنسيبها بقى ايه برضو بنوارب الغطا عليها كده عشان ايه ما تفرش. واجي اللحمه اهي برضو ايه لسه عندي على النار. بصوا يا جماعه اجي الفاصوليا استوت وانا ايه طفيت عليها اهي اهي. هعرف ازاي طيب ان هي استوت؟ انا اهو طلعت اهو كام واحده اهو هنا اهي. بصوا اهي شايفين اهي. بصوا واجي كمان واحده اهي. بصوا اعرف بقى كده ان هي ايه استوت. هصفيها وهستنى بقى ايه عندي اللحمه اهي ماشي بخار جه في العكسه اهي شغاله على نار هاديه لحد اما ايه تتسبك وتستوي اللحمه. وهصفي دلوقتي بقى ايه الفاصوليا. وادي يا جماعه اللحمه اهي استوت والتسبيكه بتاعتها اتعملت اهي. الطماطم اتسبكت خالص اهي واللحمه استوت. بجيب بقى ايه احط الفاصوليا. بس قبل ما احط الفاصوليا هقول لكم على حاجه، علشان في ناس بتقول ان الفاصوليا اللي هي ناشفه بتنشي منهم، فهي ان انا بعمل ايه بيخليها تنشي؟ اول حاجه ان انا بسلقها جامد ده بيخليها تنشي، فانت لازم ان انت ما تضغطيش عليها جامد في السوى. وتاني حاجه ان انا اسبك الطماطم وايه اما اجي احط الفاصوليا ما اسيبهاش تخينه قوي كده التسبيكه، لازم اخليها خفيفه شويه زي ما انتم شايفين كده خفيفه شويه. دي متسبكه كويس بس انا ايه مظبطاها شويه ايه بالمرقه او بالميه عشان انا حاطه لحمه عادي يعني او بشوربه زي ما انت ايه المتوفر عندك. تمام اهي بصوا القوام ده عشان ان شاء الله ايه ما تنشيش مني. خلاص هنبدا بقى ايه نضيف الفاصوليا. بسم الله اهي. وكمان انا دلوقتي سلقه الفاصوليا كويس وهحطها على بسم الله الرحمن الرحيم وبحطها على التسبيكه غلوتين اتنين بس واطفي عليها، لان برضو لما انا بحطها تضغط شويه على نفس اضغطها شويه كمان في السوى تاني مع التسبيكه فعلا برضو بتتهرى وبتنشي. لكن هي كده ان شاء الله غلوتين اتنين بس وهطفي عليها، ده بيحافظ لي على اللون الفاتح بتاعها الابيض ده وبيخليها لي ايه ان هي تبقى مش مهريه وما تنشيش. هنشوفها بس غلوتين ونشوف هنعمل هي. يا جماعه بصوا خلاص اهي خدت غلوتين اتنين بس. شايفين بقى ايه التومه دي انا حطيت عليها حتتين فلفل احمر اهي دي مدقوقه بالفلفل الاسود والملح ثلاث فصوص توم. تمام وباجي وبحطهم وبضيفهم
ادي ايه الثومه اهي، وبلفها وبديها تقليبه واحده كده بس وبطفي بس كده. الفاصوليا الناشفه بتاعتنا خلصت. هنشوف بقى ان شاء الله احنا هنقدمها بقى ايه ازاي. اهي وادي يا جماعه الفاصوليا الناشفه اهي بعد ما خلصت اهي، شايفين الجمال؟ ولا هي منشيه ولا حاجه، وبصوا لونها ابيض وجميل اهي. والهنا والشفا والصحه وعافيه على قلبكم. وهي بتتقدم مع اي نوع مخلل ورز ابيض. ادي يا جماعه اهي الفاصوليا مع ايه، بتتقدم كده مع رز ابيض. والهنا والشفا والصحة وعافية على قلبك.